لكن هل هناك غرض معين بيعمله الأستاذ فوزي علشان حاجة تانية تحصل؟ والله أقسم بالله لو النادي الأهلي فنيا سيء ما كانش حد فينا هيقدر يتكلم، كنا هنقول ان الاهلي سيء ولا يستحق ان هو يفوز. المباراه الاخيره دي، طيب خليني اسال حضراتكم سؤال من جهه تانية، هل لو المباراه الاخيره دي الاهلي والوداد بتلعب في السنغال او في نيجيريا او في ملعب اخر ولم تحدث هذه الاحداث خلال الفتره اللي ما قبل المباراه، هل كان النادي الاهلي هيظهر بهذا الشكل؟ على الرغم ما هذا ليس زي ما كنت بقول امبارح، هذا ليس تبريرا لخساره البطوله، وهذا ليس تبريرا لسوء اداء بعض اللاعبين، وهذا ليس تاثيرا ولا ليس اي حاجه عن الجهاز الفني. ولكن ده جرس انذار بنقوله، مش ممكن يحصل السنه الجايه تاني؟ ما هو الراجل بيقول لك مع فرقه تانيه او مع النادي الاهلي. اذا كان الراجل بيقول لك خلاص المغرب هي اللي هتسيطر على ازاي تسيطر ازاي؟ ليه؟ عشان ايه؟ ازاي؟ ده على الملأ. ده حتى مثلا ايه؟ مش انا بكلم حد باخده على جنب وبتكلم على، ده انا على الملأ بطلع اقول واللي عايز يعمل حاجه اضرب دماغك في الحيط. لا يا حبيبي احنا مصر، احنا الاداء المصريه. النادي الاهلي، انا هنا هتكلم عن النادي الاهلي، انا النادي الاهلي 10 بطولات 10 بطولات بعرق اللي بجد. بعرق اللي بجد. اوعى حد يتكلم بهذا الشكل. مع الاعتراف ان كل اخواتنا في المغرب بيحبوا مصر جدا وبيكنوا لها كل الاحترام، لكن انا هنا بتكلم عن شخص، عن فرد. انا وكل الكلام اللي انا بقوله ده وعلى مسؤوليتي الشخصيه، عشان بس ما حدش يقول لي نادي، نادي له طرقه اللي بيتحرك بيها وفي حاجات ان شاء الله هتشوفوها الفتره اللي جايه، لكن انا ما بتكلم كراجل مشجع اهلاوي، ما بتكلمش كحاجه تانية، وجهه نظر البيت الكبير مش حد تاني، عشان تبقوا بس حضراتكم عارفين، عشان ما حدش يدخل النادي في قيل وقال. انا البيت الكبير يعني، فاللي بقوله لحضراتكم انه لن نسكت، ما حدش هيسكت، صدقوني ما حدش هيسكت في اي حاجه، لانه اللي بيحصل ده لا يصح يا اخي. وإذا بوليتم فاستتروا. وإذا بوليتم فاستتروا. يعني إذا كان عندك مشكلة اقف على جنب وحلها. مش تقف قدام الناس وتعمل عضلاتك كده وأنا القوي، ها ها، ما فيش بقى بعد كده مصر ولا تونس ولا أي حد. طبعًا كلام لا يصح وكلام لن يقبله عاقل. لن يقبله عاقل. مؤامرة، ده بيتقال كمان من ضمن الأمور اللي بتتقال. أنا والله النهاردة الواحد من الصبح قاعدين بنسمع حاجات غريبة جدا. من ضمن الأمور اللي بتتقال أن هناك مخطط ومؤامرة واضحة ضد النادي الأهلي من بعض الموجودين هنا مسؤولين عن حاجات معينة في الرياضة المصرية. خلاص؟ هم بما لهم من اتصالات خبوا الايميل. ما اعرفش هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، لكن انا الصحيح بقوله اهو وبقوله لحضرتك بالقانون وبالاثبات. هل ده معناه ان النادي الاهلي كان كويس في الملعب؟ لا، معناه ان النادي الاهلي مش ده معناه ان النادي الاهلي كان كويس في الملعب برضو. انا اسف ان انا بقول كل شويه هذا كلام. النادي الاهلي لم يكن في يومه في هذه المباراة ولم يكن جيدا من الناحية الفنية. خلاص؟ أنا بتكلم عن استفزازات حاولوا يعملوها خلال الفترة السابقة عشان يجروا النادي الأهلي إن هو ينسحب ويطلع بره البطولة الأفريقية. هو ده كان الغرض الرئيسي اللي يحصل، إن النادي الأهلي ينسحب ويطلع بره البطولة الأفريقية، وبالتالي ولا بقى نادي قرن ولا بطولات ولا فلوس ولا بتاع والدنيا تقع وخلاص. والاهلي من قاره تانية يعني يا جماعه، والله الاهلي هو كبير افريقيا وسيظل كبير افريقيا. يعني مهما حاول البعض ان هو ينول من هذا الامر لن يستطيع، لان هذا الامر حقيقه. لان انا ممكن اقف واديك ظهري ابص الناحيه التانية كده
واقول لك النادي الاهلي 10 بطولات انت خدت كام بطوله؟ انا ممكن اعمل كده عادي خالص، مش هتعرف ترد عليا. لا انا في افريقيا، هكلمك في افريقيا؟ لا انا حضرتك 10 بطولات، 10 بطولات نفسي بس تقف قدامي كده وتبص لي. انت خدت كام بطوله حضرتك؟ كل اللي خدته كام بطوله؟ لما حد يوصل لغايه 10 ممكن احط ايدي في جيبي كمان وانا بكلمك واقول لك لما حد يوصل لغايه 8 ولا 7 ولا 8 ممكن اكون انا 16 15. لكن لانها ارقام وحقيقه فلازم الكل يبقى يعلم هو فين، هو فين والنادي الاهلي فين.